ناس كتيرة لما بيحصل انفجار أو بيحصل مشكلة، قد ما بنزعل قد ما بنغضب قد ما بتبدأ الأصوات تتهم القوات الأمن أو بتتهم المسؤولين أكتر، حتى ما بتتهم اللي قاموا بالعملية دي أو الإرهابي يعني اللي قام بالعملية دي. اللي احنا مش قادرين يعني نخلي يعني نبقى حياديين فيه كمواطنين، انه ما بين كل انفجار وانفجار، اذا كان مثلا بنقول شهر 2 3 10، قلنا قبل كده ان في 15 ألف يعني قنبلة ما انفجرتش، وفي 30 ألف عبوة بدائية ما فرقعتش، وفي كذا حملة أمنية حصلت، وكذا قبض على ناس حصل، وكذا إرهابي اتقتل. كل ده بيشار إليه في الأخبار يمكن، وبيشار إليه في كل حتة، لكن إحنا بنتأثر قوي لما بيحصل طبعا انفجار، وبنبدأ على طول يعني نقول دول ما بيعملوش شغلهم. لا، هما بيعملوا شغلهم، لكن أكيد طبعا لما بيحصل انفجار بيوجعنا قوي، فبيحصل غضب. يعني مثلا معايا أن قتل 26 إرهابيا في مداهمات للجيش بسيناء، اللي بيحصل في سيناء حرب على الإرهاب، حرب واضحة على الإرهاب. على فكرة الجيش ما معلن حالة الحرب، الجيش لما بيلبسوا الأفرول، أفرول ده في العادي كده ما ينفعش الجيش يلبسه يعني ينزل بيه في الشارع، كون هو بينزل فيه في الشارع دي اعلان حاله حرب، حرب على الارهاب. واللي بيحصل في سيناء ده حرب حقيقيه. كل يوم بنسمع عن ان الجيش تخلص او يعني اكسكيوتد يعني او اعدم او مجموعه كبيره من الارهابيين. كمان قوات الامن يمكن الشرطيه او الشرطه برضو شغاله الحقيقه جامد جدا. قوات الامن تضبط ايضا خليه ارهابيه بكرداسه، ومنطقه كرداسه يمكن احنا فاكرين حصل فيها ايه، وفيها تجمعات قد ما اهلها جدعان جدا، لكن فيها تجمعات يعني ارهابيه، مش عايز بقى يعني هو ارهابيه يعني ايا كان بقى انتمائهم ايه، لكن هي ارهابيه. فتم القبض الحقيقه على خليه ارهابيه بكرداس. والله ربنا يحميهم. زي ما انت بتقولي فعلا في استنفار عام للجيش، جيش بيحارب على الارهاب، بلد كلها بتحارب ارهاب في سين، ما فيهاش كلام. وفي الداخل الداخليه عامله مجهود كبير، انا عايز احييهم، لان وانا جاي شايف تواجد امني مكثف بشكل كبير جدا، وليس له علاقه بوجود السيد الرئيس في جامعه القاهره، عشان في ناس على الفيسبوك تقول لك اصل ما عشان زياره الرئيس. لا، الداخليه بقى لها كام يوم في هذا التوقيت بجد نشر قوات امنيه لحمايه الشوارع المصريه، ونقدر نقول استنفار امني، انا بحييهم عليه. بس في حاجه ودي أمانة يجب أن أنا بلغنا في أحد الأشخاص ساكن في نهى، قابلني اسمه الحاج جلال، بيقول لي معلش بلغ صوتنا للناس المحترمة بتوع الداخلية، واللي أنا بوجه لهم تحية مرة تانية، جماعة في هذه المنطقة ما بين شارع السودان ونهى في مشكلة كبيرة، بيتواجد فيها أطفال أو مش أطفال في سن الشباب مثلا 15-16 سنة بيروجوا الأقراص المخدرة، عيني عينك يا تاجر. فنرجو من قوات الامن والداخليه المصريه في الجيزه ان هي اصدار حمله امنيه سريعه في هذا الموضوع. مزلق امبولا ارجوكوا في شارع ناهيه يا جماعه، ارجوكوا الداخليه تنزل في هذا المكان، في شباب عندها 15-16 سنه بتروج الاقراص المخدره، عيني عينك ومش فارق بلطجه، يعني اقولها لكم ازاي، بلطجه بيبلطجوا على الناس، مش فارق معاهم الناس، عارفه الرجاله الكبار لما يجوا يكلموا ما فيش بيبنجحوا فيهم ويفتحوا عليهم مطاوي. تمام. لا، في داخليه عندها محترمه، فاتمنى ان الداخليه تتجه لهذا الموضوع وفعلا تفرض وثوق امني ويفهموا ان البلد فيها قانون بجد. معانا على التليفون دكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق. الو. الو. دكتور هاني اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، تحت امر حضرتك. دكتور هاني، احنا كنا لسه بنقول على لسان حضرتك انه عن هذا الخبر حضرتك بتطالب فيه الحكومه بالتصدي لعمليات نهب الذهب والمعادن النفيسه بمنطقه المثلث الذهبي القصير قنا وسفاجه، يعني ما اللي دعا حضرتك النهارده الى هذا الطلب او هذه الدعوه للحكومه او سرعه يعني الاجراءات من الحكومه؟ هل في جديد؟ ايه اللي بيحصل بالظبط في هذه المنطقه؟ لا، هو الحقيقه طبعا حضرتك انا سعيد جدا لاني انا تابعت الاخبار، والمهندس ابراهيم محلب ابتدى يهتم بمشروع تنميه المنطقه دي، وقابل الدكتور فاروق الباز، وده كان بناء على توجيهات من الرئيس السيسي الحقيقه. فده طبعا يعني ان انا ابدا يعني انبه الحكومه على ظاهره. انا طبعا اصلي كله راس سفاجه، وعارف المنطقه دي كويس قوي. المنطقه دي حضرتك مشهوره بان فيها عروق ذهب تحت الارض، ودي اغنى منطقه فيها ذهب في كويت، مصر العربيه.
في المثلث ده. والحقيقه للاسف ان العروق دي بتتعرض لعمليه نهب وسرقه مستمره. ناس هناك بيسموهم الذهبين. الذهبين دول بيطلعوا في الصحراء وبيحفروا، وعروق الذهب هناك مش الصحراء الشرقيه دي المنطقه بالذات. هو المنطقه دي سموها ليه المثلث الذهبي؟ ليه؟ عشان الذهب اللي فيها. والعروق ما بتبقاش غويطه، مش في عمق جامد، بيبقوا بيحفروا ويوصلوا لها. ايوه. وبيكسروا من العروق وبيتاجروا فيها. دي بالظبط عامله زي حكايه تجاره الاثار. بالظبط، ما هي ده اللي جه في دماغنا على طول. او حضرتك بتتكلم انها تجاره يعني بالظبط نفس فكره تجاره الاثار. نفس الفكره، وبعدين دي ثروه اولادنا وثروه مستقبل مصر. طب هي ليه لسه تحت الارض يا دكتور هاني اساسا يعني بعيدا عن اللي بينهبوا واللي بيسرقوا، هي ليه لسه تحت الارض اصلا؟ يعني هل هي مكلفه ان الواحد يطلع الذهب ده ويبدا يستغله؟ يعني احنا كدوله احنا فين بقى من زمان؟ لا لا، ده الحقيقه ده سؤال طبعا بيطرح نفسه بقوه، احنا فعلا فين من زمان. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الصحراء الشرقيه لمصر مليانه بالثروات المعدنيه مش بس الذهب، واعتقد انه ان الاوان ان احنا نبدا نستخرج هذه المعادن والثروات للاستفاده بيها. انا طبعا يعني حضرتك لو تذكري يعني لما بنروح احنا المتحف جميع الاثار بتاعتنا تلاقيها كلها كانت ذهب. طبعا هم كانوا بيروحوا يجيبوا الذهب من هناك الفراعنه. فاحنا عندنا كميات ذهب كبيره، واحنا بنسمع عن المنجم السكري، ده منجم. طبعا. انما تستطيع مصر يعني ان هي تحقق ثروات كبيره باذن الله. يعني انت بتطالب الحكومه يا دكتور، بتطالب الحكومه ان هي تخلي بالها من المنطقه دي، لو قدرت انها تستخرج عروق الذهب دي هتدخل لنا فلوس وعمله صعبه محترمه لهذا الوطن افضل ممن ينهبون في هذه الاراضي. ده حقيقي، ده حقيقي. بدل ما نسيب الناس تسرق وتتاجر فيه، احنا اولى، الدوله وهذا الشعب اولى بهذه الثروه، وعلى الحكومه ان هي تبدا تنتبه للموضوع ده في اطار الاهتمام بمثلث المثلث الذهبي في المنطقة. شكرا جزيل الاستاذ دكتور هاني الناظر، مطالبا الحكومه بحمايه المثلث الذهبي في القصير وقنا وسفاج. عروق ذهب موجوده تحت الارض. انا حاسه ان مصر كلها بكره هتشد الرحاله على المنطقه دي. نحفر كلها والله، لو طلبوا من الناس تروح وتعمل ده. انا مش عارفه هل المشكله مشكله امكانيات؟ يعني احنا ليه فعلا مش مستغلين الموضوع ده لو موجود؟ لو مشكله امكانيات، في كتير من المصريين محتاجين شغل، ما زي بيحفروا قناه السويس يحفروا كمان هنا ويطلعوا ذهب. ما هي قناه السويس كانت ذهب ودي كمان ذهب، يعني الاثنين نفس المنطقه. عايزين بقى مشاريع قوميه زي قناه السويس تبقى في المشروعات التعدينيه، يعني في استخراج المعادن. عندنا معادن كتير قوي غير الذهب، عندنا حاجات كتير قوي، يعني معادن في مصر مليئه بيها. تأجيل الطعن على عودة الحرس الجامعي ل 15 ديسمبر. طبعا حضراتكم عارفين موضوع الحرس الجامعي اللي ناس كتير اختلفوا عليه، ولكن في النهاية ناس كتير بيطالبوا بعودته، بل ان في ناس كتير رفعوا قضايا كثيرة من اجل عودة مرة اخرى الحرس الجامعي بعد التظاهرات، بعد الخروج عن اي تقاليد. يعني اللي بيحصل كان في الجامعة ده خروج عن التقاليد العادية اللي احنا عارفينها كمصريين من جدعنتنا وشهامتنا والكلام ده كله، تكسير وحرق والكلام ده علامات استفهام غريبة جدا يعني. وانا مع هنيه في كلام لقيته بصراحة، انت عايز تشتغل سياسة روح شوف لك حزب، روح شوف، بس خلص دراستك الاول يعني. يعني لا والله هو بيدرس عادي يعني. انا في الجامعة، انا واحدة عندي تطلعات سياسية، وانا في الجامعة، انا في الجامعة اهو خلصت المحاضرة، رحت على الحزب. لا ده وانا في الجامعة رحت على الحزب وانضميت لحزبه وقلت رايي وعملت مؤتمرات يعني دي الطرق الشرعيه لممارسه السياسه. لكن بالزبط. اي طريق تاني في الوقت ده خلي بالكم، بس عشان الناس تقول لك ايه، طب ما زمان ما كان كل الناس في الشارع، او زمان ما كانش فيه سياسه، البلد كانت يعني كانت في حاله تانيه، احنا كنا في حاله تانيه خالص. لا لكن حاليا حاجه وهم بيعملوا حاجه تانيه. لازم تتقال كده حاليا. وبعدين انت ما تقدرش تقنع الشعب كله ان هو يشتغل سياسه، لكن حاليا الشعب خلاص يعتبر احنا استقرينا الى حد كبير جدا. ايه اللي فاضل؟ عايز يشتغل سياسه. كلنا عندنا الوعي السياسي، لان ده مختلف بقى، عندنا وعي سياسي، بقينا مهتمين بالسياسه، بنقرا في السياسه، لكن اللي عايز يشتغل سياسه هو ده اللي عنده طرق شرعيه يستغلها. الاخوان يا سبحان الله مش عامله حسين تفقد سيطرتها على مقاعد نقابه المحامين. الحقيقه دي محتاجه يعني اذا كان في تليفون او هاتف بس يوضح لنا
انه كان في يعني انتخابات على النقابه او ما شابه، ولكن واضح انه انها تفقد بعض السيطره على نقابه المحامين. لكن هي الاساس كان دايما نقابه المهندسين، نقابه الاطباء، كان في كم نقابه كده هم كان دايما فيها. بالنسبه لهم مقاعد النقابات طبعاً يعني طبعاً. ان هم السيطره على النقابات دي بالنسبه لهم كانت هي المسلم في القواعد الشعبيه في مناطق كتير. بس ده خبر كويس لان نقابه المحامين كانت بتعتبر من النقابات اللي كان عليها سيطره زي قبلها من نقابه المهندسين. فاكر نقابه المهندسين لما كان عليها بالظبط، لان هم كان عندهم فعلا يعني انا يمكن اطلع لك الخبر اهو عشان يبقى عندنا الخبر فعلا بالارقام والاسماء. الاخوان تفقد سيطرتها على مقاعد مجلس المحامين، اسقاط عضويه 4 واستقاله الضماطي، يقلص مقاعدها ل 22 بينهم 4 تبرؤوا من الجماعه. يعني يمكن الضماطي استقال، الضماطي محامي معزول. طيب اخش في خبر يمكن هنخرج شويه من الاخبار المحليه نروح لتركيا. يعني المعارضه التركيه بتشن هجوم شديد جدا على خطاب رئيس وزرائهم في الامم المتحده. انا مش عايز اقول اسمه بصراحه، هو كده يعني هم الحكومه التركيه المعارضه التركيه بتشن يعني فعلا هجوم شديد جدا على خطاب رئيس وزرائهم اللي بقى رئيس جمهوريته في الأمم المتحدة. في كلام يقال في المحافل الدولية معروف بروتوكوليا ودبلوماسيا على مستوى جميع الرؤساء، وفي ناس تتواجد في أماكن. يلا مش عايز أكلم. راجل صريح يا شريف، انت متضايق ليه؟ هو راجل صريح كويس انه قال كده. الأظرف بقى من ده انه أغلو اللي هو رئيس وزرائه ده كان طالب مقابلة مع سفير سامح شكري وزير خارجيتنا. هذه المقابلة في ورقة رسمية بتؤكد طلب تركيا أو وزير خارجية تركيا مقابلة وزير خارجية المصري قبل الكلمات بتاعة رؤساء الجمهورية. بعد ما حصل هذا الموقف وبعد ما الجانب المصري لغى هذه المقابلة بعد اللي قاله أردوغان، جه أغلو قال لك على فكرة احنا ما طلبناش ده، وما حصلش اصلا ان احنا طلبنا ان احنا نقابل الجانب المصري، وان دي اكاذيب بيروجها الجانب المصري. اللي حصل ان الخارجيه اصدرت بيان مرفق بالمستند او الورقه او الطلب الرسمي، لان احنا الدنيا هناك في الامم المتحده مش ماشيه على فكره بمسكول، يعني الدنيا هناك ماشيه بورق رسمي بيتكتب على انا عايزه اقابل فلان، انا عايز الكلمه بتاعتي تبقى الساعه كذا، انا عايز كلها حاجات رسميه بورق. فمرفق في البيان الورقة الرسمية اللي تم الطلب فيها مقابلة رئيس وزير الخارجية المصري، وده بيؤكد قد ايه هم يعني واحد بس مش بيحب يستخدم الفاظ، ولكن هي فعلا في كذب رهيب، وهم متبنيين يعني عندهم حالة مرضية او نفسية شديدة تجاه مصر. ما كانش صح ان هو يقول كده، لانه بمنتهى البساطة ظهر ووضح كذبه امام الجميع. طيب انا بس هنقول كلمتين. اللي حصل في 30 يونيو هو ثورة ايها الرئيس التركي، ملايين المصريين اعلنوها رفض الحكم الاخوان، بداية لمصر الجديدة. هنطلع مع بعض لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نستكمل مباشر مصر.